صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن أول ملكة تحكم في التاريخ الإسلامي الحديث، شجرة الدر. شجرة الدر كانت جارية من أصل تركي، اشتراها السلطان الصالح نجم الدين أيوب، وافتتن بجمالها وذكائها لدرجة أنه ساب السلطانة أم ابنه تورانشاه وأعتق شجرة الدر واتجوزها، وحبته شجرة الدر حب جديد، وكانت معروفة بقوتها وشجاعتها وجرأتها وحكمتها الشديدة، وكان ليها قدرة كبيرة على القيادة والإدارة. وكانت شجرة الدر شديدة الإعجاب بنفسها، وشافت في نفسها الملكة اللي ممكن تحكم البلاد. وتولد شجرة الدر عرش مصر لمدة 80 يوم بعد وفاة جوزها السلطان الصالح. وتوفى السلطان في وقت كانت فيه الحرب شغالة بين المصريين والصليبيين بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا واللي كان في المنصورة. لكن شجرة الدر اتصرفت بذكاء وحكمة لما خبت خبر وفاة السلطان عن الجيش والشعب، وصرفت أمور الدولة بالاستعانة بالمقربين منها والمخلصين ليها، وركزت جهودها على مواجهة الخطر الصليبي. وكانت بتبرر اختفاء السلطان بأنه بيعاني من مرض شديد وملازم للفراش، وكانت هي اللي بتصدر القرارات والتعليمات وتحط عليها ختم السلطان. وبعتت شجرة الدر لابن السلطان تورانشاه تستدعي، وأول ما وصل أعلنت خبر وفاة السلطان نجم الدين عشان يتولى ابنه مقاليد الحكم. وقدر تورانشاه أنه يهزم لويس التاسع في معركة المنصورة ويأسره، لكن تورانشاه بعد انتصاراته اتكبر وبدأ يعامل شجرة الدر بقسوة، ويعامل الأمراء بطريقة سيئة، فغضبوا عليه وبدأوا يتأمروا عليه. وبعد ما استنفذ تورانشاه أمراء المماليك، قطع بيبرس إيده بالسيف فحاول يهرب، لكن المتآمرين لحقوه وقتلوه ورموا جثته في الصحراء. وبموت تورانشاه انتهى حكم الأيوبيين في مصر، وأصبح العرش خالي لحد ما بايع الأمراء ورجال الدولة شجرة الدر عشان تكون أول ملكة تقعد على العرش في التاريخ الإسلامي. وبقى لقبها الملكة عصمة الدين، وتم نقش اسمها على الفلوس، وبدأ في عهدها تسيير المحمل المصري لدولة الحجاز واللي كان بيحمل كسوة الكعبة. لكن بعد تولي شجرة الدر العرش بدأ الناس يرفضوا أنه تتولى امرأة للعرش، ففهمت شجرة الدر بذكائها أنه لازم يكون جنبها راجل يساندها، واتجوزت الأمير عز الدين أيبك. وبعد الجواز بدأ عز الدين يخطط لمستقبله ومين يورث العرش بعده، خصوصا أن شجرة الدر بقى عندها 50 سنة وصعب تخلف. فقرر انه يتجوز من بنت بدر الدين لؤلؤ حاكم الموصل. ولما عرفت شجرة الدر غضبت وخلت غلمانها يقتلوا عز الدين ايبك. ولما عرف انصار عز الدين بموته هجموا شجرة الدر وخدوها سجينة في برج من ابراج القلعة، ونادوا بابن عز الدين نور الدين من جريته ملك على مصر والشام، وادوله لقب المنصور. لكن شجرة الدر بمساعدة من أعوانها قتلت الطفل نور الدين. ولما وصل خبر مقتل نور الدين لأمه اجتمعت مع المماليك وطلبت منهم إنهم يجيبوا لها شجرة الدر. وفعلا ودى المماليك شجرة الدر لأم نور الدين اللي أمرت جواريها إنهم يضربوا شجرة الدر بالأباقيب لحد ما ماتت.